واش المغاربه رجعوا خفاف رجعتوا دراري وصلنا لهذا الحد وصلنا لاش باش بواسطه اما الاطفال او الاوباش الاوباش نادور حسيمه تطوان قصر الكبير الاوباش العاطلين اللي عايشين بالتهريب وبالسرقه والناس ديال الشمال راه عرفوا ولي العهد وحسن ما يعرفوش الحسن الثاني في هذا الباب يعرفوا الحسن الثاني اللي مولفين به ما انا تنعرفهم ما تعرفوني كيف يا عمي